السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا. إذن وفيكم بهذه الصور المباشرة من الأخ أبو معاذ فارس الذي يبعث لنا هذه الصور المباشرة من منطقة اللاغ ولاية سيدي بلعباس. إن شاء الله غيث نافع بإذن الله تعالى لكل المناطق الجزائرية. سنوفيكم بفيديوهات خاصة عبر قناتنا، وشكر جزيل لأبو معاذ فارس، شكرا جزيلا للجميع.